السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة جوديز هوم بروجيات داري. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على الانواع الموجودة في السوق ديال لي ليفيو دو كويزين، او لكن ما كنسموه لافابو ديال الكوزينة. غندويو على الانواع الايجابيات والسلبيات ديال كل واحد والطريقة الصحيحة باش نركبهم. تفرجوا معنا حتى الاخر ديال لا فيديو، ان شاء الله ضروري ما غادي تستافدوا. والى عجبكم المحتوى ديال القناه وديتوا الافاده من هذا لا فيديو، ما تنساوناش بابوني وديروا جيم باش دعمونا، وعلاش لا ديروا الجرس حتى هو باش تبقاو توصلوا بكل جديد ديال القناه. بالنسبه لليفي دي كويزين كاينين فيه بزاف ديال الانواع، يعني كاين اللي فيه الفراكه، كاين اللي ما فيهش، كاين اللي فيه جوج بانيوات، كاين اللي فيه غير واحد، كاين اللي كيكون غارق بزاف، كاين اللي كيكون غير شويه، يعني كاين اللي فيه العمق وكاين اللي لا، كاين اللي كتكون فيه بلاصه ديال روبيني، وكاين اللي كالروبيني كيركب سوا في لو بلون يعني في الرخامه ديريكتومون سوا في الحيط. وهاد الاختيارات كامله فهي كتواجد في كاع الانواع اللي هما ثلاثه ديال الانواع موجوده، يعني كاع هاد الاختيارات نقدروا نلقاوها فيهم. والفرق الكبير اللي كيميزهم على بعضياتهم هو واش هاد الليفي غيركب فوق من الرخامه او نيفو مع الرخامه، يعني نفس المستوى ديالها، او لا غيركب تحت منها. نبداو باول نوع واللي هو اللي كيجي راكب فوق من الرخامه، يعني دوك الحروف ديالو اللي من الجناب كيبقاو كيبانوا لينا فوق من الرخامه بحال هذا اللي كيبان لكم في الصوره. هذا الايجابيه الوحيده اللي كاينه عنده انه كيكون صحيح، يعني محطوط ديريكتومون فوق الجرانيت فوق من الرخامه ديال الكوزينه، يعني جامي شي نهار غادي تفكر انه مثلا غادي يدوز لك الماء من الجناب اولا غادي يطيح للارض. ولكن لا كونفينيون ديالو ان لا طاح لك شي ما فوق من الرخامه وبغيتي دوزو ما يمكنش غادي تهبطو ديريكتومون، حيت هو طالع على الرخامه، يعني خصك ضروري شي زيف تنظف به داك الماء عاد باش ديرو في سميتو، ما يمكنش يهبط الماء ديريكتومون الليفي. زياده على انه كيشد الاوساخ في دوك القناعات ديالو، يعني اللي كيبقاو منه من الرخامه طالعين كيشد فيهم الاوساخ بزاف، وهكا كيصعب علينا التنظيف ديالو ولو مانتيان ديال الكوزينه تبقى عندنا ديما نظيفه. هاد النوع ديال لي ليفي كيبغيو يخدموا بهم المعلمين بزاف، وكنصحكم بهم حيت ساهل في الخدمه ديالو، يعني كيجي كيحطو نيشان ما كيفيني من الجناب، ما كيحك ما حتى شي حاجه، يعني كينصحك به بزاف. واللي غنقول لكم بارابور لهاد الليفي، يعني حاولوا ما امكن تجنبوا انكم تركبوه، ولكن الا كان مثلا ديجا كان عندكم موجود ولا عندكم ان ابارتمون سيكوندير ولا دار في العروبيه ولا هذا، ما فيها باس يركب، يعني ما كاينش مشكل. بالنسبه للنوع الثاني فهو النوع اللي كيركب نيفو واحد مع الرخامه، يعني كيجي نفس النيفو مع الرخامه. بالنسبه لهاد النوع فهو سهل التنظيف، يعني الماء ولا شي حاجه اللي دفكاتينا فوق الرخامه نقدر نجيبوها نيشان ديريكتومون طيح في الليفي. بالنسبه للتركاب ديالو حتى هو عنده ان كونفينيون واحد كما كيبان لكم في الصوره، يعني داك السيمه اللي كتبقى من الجناب كتقدر مع المده، يعني مع كثره مواد التنظيف وكثره الماء وكثره التزعزع، يعني كنحطوا الماء عند تما كتبدا تفرتت، يعني كتحيد، خاصك كل مره تعاود السيمه، خصوصا الا خلى المعلم في التركاب ديالها خلاها واسعه بزاف. وهنا النصيحه اللي ننصحكم اكدوا على المعلم انه يخلي لكم فريمون واحد لي صغير، يعني حاجه واحد القنيط رقيق اللي فيه السيمه، ما يخليش لكم السيمه بزاف. بالنسبه لهذا النوع راه هو الاكثر استعمالا عندنا هنا في المغرب، يعني اغلبيه الناس هذا اللي كيستعملوه، مزيان صراحه عملي ابغاد لا كونفينيون راه مزيان، وحتى من ناحيه الصح راه صحيح. بالنسبه للنوع الثالث والاخير اللي هو ولا متواجد بزاف في السوق، يعني وبزاف الناس كيخدموا به سورتو لي كويزين مودرن الكوزينات العصريه، فهو اللي كيجي تحت من الرخامه كما كيبان لكم في الصوره. هذا الايجابيات ديالو انه عملي، يعني الماء كيجي نيشان كيهبط ما كاينش فيه داك المشكل، حتى المشكل ديال ان الماء يتسرب من الجناب ما كاينش، يعني ما عمر الماء غادي يتسرب ليك. في الشوفه ديالو يعني استيتيكمون كيجي زوين، كيجي عاطي منظر في الكوزينه. ولكن المشكل اللي كاين عندنا هنا في المغرب ان بزاف ديال المعلميه ما كيعرفوش يخدموه، ما تيعرفوش يطيحوه نيفو، وتا السيليكون يعني لما تخدم بسيليكون كاديت ديالو ناقصه كاين واحد الريسك انه يطيح، يعني مع المده تقل عليه في بالمعان ولا هذا يطيح الارض. يعني لكن ضامن ان المعلم غادي يخدمو ليا مزيان والسيليكون اللي غندير جوده عاليه، فما نخاف منه والو، بالعكس كيجي زوين وكيجي عاطي منظر وموديرن، يعني متماشي مع الموضه. بالنسبه للثمن والانواع اللي كاينين في السوق راه كاين يعني بزاف ديال الشركات، كاين اللي شينوا، كاين اللي تركيا، كاين اسبانيا، كاين طاليان. ملي تبغيو تشريو سولو قولي هذا واش شينوا، شينوا بعدو منه من عال مده كيصدي، يعني داك لالياج اللي كيكونوا دايرين فيه كيكون ناقص في التركيبه ديالو، من بعد كيصدي. تركيا صراحه الله كاينين عندهم انواع زعما جيده وتا الثمن مناسب،
منهم واحد النوع سميتو اصيل زوين صراحه، شحال بزاف الناس كيشكروه. اسبانيا وايطاليا هذوك راه ما نتذكروش يعني، راه كاين عندهم شي حاجه كاليتي. و بالنسبه للثمن فراه كيبدا من 300 درهم 250 درهم حتى ل 1500 ولا 1600 درهم، يعني على حسب الجوده، على حسب لا مارك، على حسب واش فيه جوج بانيوات ولا لا، على حسب اللون كذلك، يعني كيكون برونز ولا كيكون ذهبي كيكون زايد في الثمن، حتى النوار كيكون زايد في الثمن. والواحد يدور ويشوف السوق شنو فيه، واحد وجوج ثلاثه تنعرف اش كاين باش نتقدى داكشي اللي خاصني. والله ييسر الامور. كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو وعطيتكم صوره يعني قبل ما تمشيو السوق تعرفوا راسكم شنو باغيين. الله ييسر الامور وبالتوفيق، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع جوديز هوم. الى اللقاء.